في برضو الأختنا الفاضلة الدعاء اللي هي نذرت لله إنه لو حصل حاجة فهي نذرت لله حدوث شيء معين، فبتقول دلوقتي الظروف صعبة وأنا مش قادرة إن أنا أوفي بالنذر الذبيحة اللي هي نذرتها، قالت نذر علي حذبح كذا لو حصل كذا، فدلوقتي هي ما معهاش، فبتقول أنا أطلع لحمة بدل ده. لا، النذر دي عبادة الإنسان بيوجبها على نفسه وهي مش مفروضة عليه، فأنا بقول لله علي كذا، يعني اللي احنا بنقولها في العامية المصرية نذر علي لله إن أنا هعمل كذا، هذبح كذا، هصوم كذا، أتطوع أو أعمل صلاة كذا. الأصل إن الأمر ده ما كانش واجب، أنا أوجبته علي بالنذر، فلابد من الوفاء. طب أنا مش قادرة، لا أستطيع الوفاء بهذا النذر، لو لم تستطع الوفاء بهذا النذر فعليك كفارة يمين، كما أخبر سيدنا صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين، اللي هي هتبقى إطعام 10 مساكين أو كسوة ال10 مساكين والإطعام من الوسط بتاعكم، ممكن يبقى من الأكل اللي انتوا بتاكلوا منه تتعهدي حد بإطعامه يوميا أو 10 مساكين، أو تاخديهم إن كل يوم تطعمي حد لغاية ما تستوفي ال10 مساكين تطعميهم أو تقومي بكسائهم. طب لا أنا مش قادرة لا على الإطعام العشا ولا على كسائهم، يبقى فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هيبقى صيام ال3 أيام لمن لم يجد الإطعام أو إن هو يقوم بكساء، ونفعل الخير، نفعل الخير من غير ما نشرطه قدر الطاقة. وإحنا كنا لسه بنتكلم في مقدمة الحلقة إنه الإنسان يصنع الخير ولو بالقدر اليسير، على قدر يساره وإعساره، على قدر الطاقة اللي ربنا مدهاني إن أنا أنفق. وأفضل الصدقة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ووجهنا جهد المقل، الإنسان اللي ما عندوش لكن حريص دايما على الإنفاق، حريص دايما على العطاء، مش مستأثر بالخيرات لنفسه حتى لو الخيرات دي قليلة، حتى لو الخيرات قليلة، إن كان يريد البركة وإن كان يريد الزيادة وإن كان يريد الحفظ من الامتحانات الشديدة والابتلاءات الشديدة ودفع المكروب والمكروه ونوازل الدهر، نتصدق، نتصدق حتى لو كان على قدنا. أعرف حد مسكين أقل مني فقرا، أعاون ولو بطبقي طعام ولو بملابس عندي تكون زايدة عن احتياجات، نسعى إلى فعل الخير عشان تتنزل السكينة. السكينة بتتنزل والبركات بتتنزل على قدر ما نصنع من الخيرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أرباب هذا الباب وكل أبواب الخير.